السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. خير نبدأ به الكلام، الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة فيديو جديد وهنكلمكم عن واحد من احسن المواقع يا جماعة للحصول على دخل ثابت من غير اي تعب ولا عناء. الموقع ده هيبقى محتاج منك مهارات، هيبقى محتاج منك شغل بجد، ايوه هيبقى محتاج منك تركيز. الموضوع صعب؟ لا، الموضوع مش صعب خالص وسهل جدا. هيبقى ليك وظيفة كاملة وثابتة بدخل ثابت وممكن تقبض يوميا على حسب ما انت معاه. ركز كويس قوي عشان تفهم هل انت هتبقى مؤهل من انت تشتغل في الموقع دوت ولا لا. لو انت قدرت تشتغل على الموقع بتاعي النهارده تقدر تحقق يوميا من 50 ل 100 دولار يا شباب، وهوريك كل دوت عملي قدامك باذن الله في الفيديو، وهنطبق معاكوا طريقه التسجيل في الفيديو. كل حاجه باذن الله هتبقى موجوده في الفيديو بتاع النهارده، اهم حاجه ما تجريهوش لان كل التفاصيل اللي فيه مهمه. فباذن الله يكون حظك من الناس اللي تقدر ان هي تشتغل في الموقع دوت وتحقق المبالغ الكويسه دي. على كل حال ما تنساش اللايك المتين بتاعك والسبسكرايب، وركز كويس جدا في الفيديو بتاع النهارده، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. طيب الموقع او الشركه اللي هنتكلم عنها النهارده اسمها تيلس انترناشونال يا شباب. اكيد في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش. الشركه دي شبيهه بموقع ابن بالظبط، وفي ناس بتفضل تيلس عن ابن اصلا، ولكن انا شايف ان الاثنين في قوه بعض الحقيقه. انت لو عملت سيرش على جوجل اصلا هتعرف ان شركه تيلس ديت هي شركه كنديه اصلا يا جماعه، خاصه بالتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، بقى لها حوالي 20 سنه يا جماعه موجوده وليها فروع كتير في جميع انحاء العالم. الشركه ديت واحده من احسن يا جماعه الشركات اللي بتقدم فرص شغل للناس، وظائف دخل ثابته وبمبالغ عاليه جدا وكويسه جدا، بس طبعا زي ما قلت لك بتحتاج مهارات. على كل حال سيبك بقى خالص من الجوب تايبس، انا عايز اوريك كل التايبس بتاعت الجوبز اللي موجوده. هبدا ان انا ادوس على كلمه اول جوبز من هنا يا جماعه، هتلاقي كل الوظائف اللي عرضها الشركه ديت يا جماعه. لو نزلنا تحت هتلاقي ان في 840 وظيفه يا معلم. الوظائف ديت تقدر انت تقدم فيها وتشتغل فيها لو انت فيك المواصفات اللي هم طالبينها. طيب على سبيل المثال انا وانا بدور كده لقيت في وظيفه يا جماعه موجوده في المغرب اهي يا جماعه. الوظيفه ديت عباره عن انترنت ادز اسيسور. يعني ايه؟ يعني انت بتبدا تقيم اعلانات بيعرضها عليك الموقع، لكن طبعا الموضوع مش بالسهوله اللي انا بقولها ديت، ولكن دوت عنوان الوظيفه او الاسم بتاع الوظيفه يا شباب. طبعا في حاجه اسمها وصف الوظيفي، اهو الوصف الوظيفي بتقراه عشان تفهم ايه هي الوظيفه ديت. وفي خانه هو از سوتابل فور ذيس جوب، ده الخانه اللي بتقول لك انت تقدر ان انت تشتغل في الوظيفه ديت ولا لا، لان انت لازم تبقى عارف انت عندك مؤهلات ايه او ايه المهارات اللي المفروض تبقى عارفها. طبعا ما ينفعش تقدم في وظيفه تكون في بلد ثانيه، يعني الوظيفه ديت لبلد المغرب ما ينفعش ان انت تقدم فيها من مصر مثلا. ولو في وظيفه متاحه للولايات المتحده ما ينفعش تقدم فيها مثلا وانت من مصر، بالتالي لازم تقدم في الوظيفه اللي بيدعمها الموقع لبلدك. زي ما انت شايف انت بتشتغل من البيت، يعني كل الشغل اللي موجود في الموقع دوت من البيت، انت ما تروحش في اي حته خالص يا شباب. فبالتالي يا جماعه كل الحاجات ديت لازم تبقى انت فاهمها، واكيد يعني انت لو واحد عندك المهارات اللازمه للموضوع دوت انت هتبقى فاهم الحاجات ديت من قبل ما تقراها اصلا. رينج واسعار الوظائف يا جماعه اللي من النوع دوت بالنسبه لينا احنا كعرب بيتراوح من 5 دولار ل 10 دولار في الساعه. يعني انت لو اشتغلت 10 ساعات هتاخد 100 دولار بكل بساطه، وهوريك ده عملي. يعني الكلام دوت انا مش بقوله خلاص، هوريك قدامك عملي الاسعار ديت وكل حاجه باذن الله. انت عشان تقدم في وظيفه من الوظائف ديت بتبدا ان انت تنزل تحت وتدوس على كلمه ابلاي ناو ديت يا جماعه، وتبدا ان انت تملى بقى البيانات اللي هو بيطلبها منك عن طريق ان انت بتدوس على الايميل هنا وتعمل ساين اب من هنا يا شباب، وبعدها تبدا ان انت تكتب الايميل بتاعك من هنا وتفضل تكمل بقى لغايه اما تملى البيانات. طيب انا واحد من الناس حابب ان انا اشوف الوظائف اللي متاحه لبلدي بس عشان ابقى مقدم في الوظائف اللي هي متاحه لبلدي فقط، فاقدر ان انا اعمل ايه؟ هاجي على كلمه اول جوبز من هنا يا جماعه، واجي عند كلمه سيلكت الكونتري من هنا، وابدا ان انا اكتب مصر بقى، اكتب الجزائر، اكتب ليبيا، اكتب اي بلد من البلاد اللي انا فيه. فهبدا ان انا اكتب ايجيبت من هنا، وابدا ان انا ادوس سيرش، هيظهر لي كل الوظائف المتاحه لمصر. تمام، ده احد الطرق يا شباب. يعني هو هنا متاح وظيفه واحده. في طريقه ثانيه برضو عشان اعرف الوظائف اللي انا اقدر اقدم فيها يا جماعه غير الطريقه دي، لان ساعات بيبقى في وظائف موجوده ومش متاحه هنا في الخانه ديت يا شباب. اقدر ان انا اعرفها منين؟ هتخش على اللينك اللي انا سايبه لك في الديسكربشن. وعلى فكره ده مش لينك احاله خالص، اكيد شركه زي ديت يعني مش هتتعاقد معايا انا عشان اعمل لها اعلان. مش هيحصل يعني، الكلام بيتاخد بالعقل، ما هيش ماشيه كده. بعدين يا ابني يحصل ايه يا ابني؟ يا ابني هتبص لك ده انت ابو تبوله يا ابني، يا ابني انت كحيان، انت كحيان يا محمد. هبدا ان انا اخش في اللينك دوت يا شباب، وهبدا ان انا املى بقى البيانات بتاعت الساين اب. يعني هخش هنا في ساين اب وانا هملاها معاكم دلوقتي. انا بالفعل مليتها وظهر لي وظايف اكتر من الوظايف اللي ظهرت هنا يا شباب، وهوريكم الوظايف ديت عملي في ايميلي الاساسي، ولكن هملى دلوقتي معاكم البيانات بايميل فيك. تمام، فهبدا ان انا املى البيانات وابدا ان انا ادوس كونتينيو من هنا. هيقول لي ان احنا بعتنا لك ايميل على الايميل بتاعك. هبدا ان انا اروح واخد الايميل ده عادي جدا. تمام، هبدا ان انا ادوس كونفيرم الايميل اهو يا معلم، هيدخلني على الصفحه اللي املى بيها الباسورد. بعد ما املى الباسورد بدوس سبميت عادي برده زي ما
احنا عارفين، وهبدا ان انا اكمل ملي البيانات. الموضوع يا جماعه زي اي تسجيل في اي موقع على فكره، عادي، الدنيا سهله. هيقول لي الشروط والاحكام، هبدا ان انا ادوس له على كلمه اجري من هنا تحت. يا جماعه هتبقى الدنيا زي الفل. هو بيقول لي جيتنج البروفايل، هيبدا ان هو بيحمل معاك عادي لو خد وقت او فتره في التحميل، وبعد كده هيفتح لك الصفحه اللي قدامك ديت، بيقول لك دخل لي البلد بتاعتك، فهتبدا ان انت تدخل له البلد بتاعتك اللي هي مصر مثلا او الجزائر او ايا كانت البلد. هتبدا ان انت تدخل له العنوان هنا ايا كان بقى العنوان اللي انت هتدخله، وهنا تكتب له المدينه بتاعتك، وهتكتب له هنا الرمز البريدي بتاعك. لو انت مش عارفه ابدا ان انت اكتب اسم المكان اللي انت عايش فيه هنا في جوجل، وهيظهر لك الرمز البريدي بتاعك. يعني على سبيل المثال هبدا ان انا اكتب الرمز البريدي للجيزه، الرمز البريدي للهرم، ايا كان، وهبدا ان انا اعمل سيرش، هيظهر لي الرمز البريدي، هختار اي رقم من الارقام اللي موجوده ديت يا شباب. بعد كده هتبدا ان انت تختار البرايمري لانجويج بتاعتك، يعني اللغه النيتف بتاعتك او اللغه الام بتاعتك، وتبدا ان انت تختارها. اديني اخترت الاربيك يا جماعه او اللغه العربيه، هبدا بعديها ادوس سبميت يا معلم، ويبقى انا كده خلصت العمليه بتاعتي كلها وعملت عمليه تسجيل يا شباب. وادي زي ما انت شايف الوظيفه بتاعت المغرب اهي يا جماعه. طبعا ما اقدرش اسجل في الوظيفه بتاعت المغرب، لان لو سجلت في وظيفه المغرب مش هتقبل، ودي حاجه طبيعيه لان هم طالبينها للمغرب. وبكده يا شباب يبقى انا سجلت بالايميل الفيك بتاعي. انا هبدا دلوقتي افتح لكم الايميل الاساسي بتاعي عشان اوريكم الدنيا كلها. لو جينا على كلمه جوبز من هنا هلاقي ان في وظيفتين مفتوحين لي اهو. فبكل بساطه انا لو حابب ان انا اسجل في حاجه من دول، ببدا ان انا اخش على التفاصيل بتاعه الوظيفه من هنا، وابدا ان انا اقراها زي ما قلت لكم يا جماعه الوظيفه ديت عباره عن ايه وبتقدم ايه والمفروض مطلوب مني ان انا اعمل ايه. وكلهم يا شباب بيطلبوا الشرط الاساسي دوت ان انت تكون قاعد في البلد اللي انت شغال منها لمده تزيد عن الثلاث سنين، وان انت تقدر تتكلم اللغه العربيه طبعا، والكلام ده كله. وفي كل ديت تفاصيل الايه، تفاصيل الوظيفه. ولو نزلت تحت كده يا جماعه هتلاقي هنا ان انا هكسب $5 في الساعه، اهو الكومبنسيشن دوت، يعني الفلوس اللي انت هتاخدها يا معلم. والوظيفه ديت مفتوحه من 1 ابريل 2022 لغايه دلوقتي، يعني اوبن اندد ديت يا جماعه، يعني مفتوحه الى ما لا نهايه او لغايه ما هم يقفلوه. هنا بيقول لك بريفيرد افيلبل تايم يا جماعه، يعني انت تقدر انت تشتغل عدد لا نهائي او عدد لا محدود من الساعات في الاسبوع على حسب ما انت معاه. فبالتالي $5 دول انا لو اشتغلت 10 ساعات يعني انا هكسب $50 في اليوم لو انا قدمت في الوظيفه ديت، ده لو انا عندي المؤهلات اللازمه لذلك. انت واحد من الناس حابب ان انت مثلا تشوف انت مؤهل ولا لا، فبتقرا التفاصيل اللي انا قلت لك عليها في خانه الريكوايرمنت ديت يا شباب. لو في شرط من الشروط مش منطبق عليك او حبيت ان انت تفكر تفبركه، طبعا مش هتتقبل في الوظيفه. ولو نزلنا تحت كده ودوسنا على كلمه ابلاي عشان اقدم في الوظيفه ديت، هيطلب مني بيانات معينه، هبدا ان انا ادخلها يا جماعه، وهبدا ان انا ارفع له الوثائق اللازمه لذلك. وزي ما انت شايف اهو بيقول لي دي البروفايل داتا اللي انت دخلتها، فلازم ان انا ادخل له باقي طبعا ايه باقي البيانات بتاعتي. تمام، بدخل له البيانات بتاعت اللغه الثانيه بتاعتي اهو، بعمل له سيف، وببدا ان انا بملى بقيه البيانات بتاعت البروفايل يا شباب. وادي اهم خطوه واهم حاجه هي السي في، اد سي في. فتبدا انت هنا تكتب اسم السي في بتاعك، مثلا يحيى رفيق سي في، وتبدا انت تدوس على البراوز فايل من هنا وترفع له السي في بتاعك وتدوس سيف يا معلم. وبعد كده بتدوس سبميت من هنا، ولو انت اتقبلت في الوظيفه يا معلم بتلاقيها في كلمه اكتف جوبز من فوق هنا يا جماعه. يعني لو دوست على خانه اكتف جوبز من هنا هتلاقي هنا الوظيفه بتاعتك المقبوله اللي انت تقدر تشتغلها، وتخش هنا هتلاقي كل التاسكات اللي المفروض انت تعملها، وعلى قد الوقت اللي انت هتقعده في التاسكات ديت لغايه ما تخلصها على قد ما هتاخد من الفلوس في الموقع. طيب لو انت قدمت طلب في وظيفه ما وعايز تعرف انت اتقبلت ولا لسه ما اتقبلتش، هتدوس على كلمه ماي ابلكيشنز من فوق هنا يا جماعه، هتلاقي هنا كل التفاصيل الخاصه بالوظائف اللي انت قدمت فيها ولسه ما اتقبلت. اما خانه الهيستوري ديت دي خانه التاسكات اللي خلصت اللي انت عملتها، يعني انت لما تتقبل في وظيفه وتبدا ان انت تخلص في تاسكات هتلاقيها ظاهره لك هنا. اما الوظيفه الثانيه اللي هي السوشيال ميديا ايفالويتور يا شباب، ديت زيها زي الثانيه اللي هي الاسيسور، ولكن فيها اختلافات بسيطه، بتبدا ان انت تقرا برده التفاصيل بتاعتها يا شباب، ونفس السعر على فكره اللي هو $5 للساعه، بس هنا انت تقدر تشتغل من 5 ل 7 ساعات بس في الاسبوع، ولكن الثانيه كان ليها عدد لا نهائي من الساعات تقدر انت تشتغل في اي وقت وفي اي مكان. فيا جماعه ضروري ان انت تبقى قاري الجوب ديسكريبشن كويس. فدي فرصه كويسه للناس يا جماعه اللي بتشتغل واللي عندها مهارات في التسويق واللي فعلا واخده كورسات في المجال دوت واللي ده مجال شغلها. فكون ان انت تكسب مثلا $50 ولا $100 في اليوم من مصر، فدي هتبقى فرصه مش متاحه لكتير من الناس. يعني انت بتلعب في ان انت بتكسب من 3000 ل 4000 في اليوم. فاتمنى كله ما يكسلش، وممكن ان هو ياخد الفرصه ويخش يقدم لعله وعسى ان هو يتقبل. طبعا المفروض تبقى عامل سي في كويس وسي في قوي ومجهزه، لان دوت الاساس اللي هتتقبل على اساسه. في بعض الاحيان في وظايف بتطلب كواليفيكيشن تيست عن طريق ان انت تدوس على كلمه كواليفيكيشن من هنا يا جماعه، هتلاقيه زي بعت لك اختبار هنا بتبدا ان انت تاخده، سواء اختبار بقى تجريبي ليك ان انت هيشوف ان انت شغال في الوظيفه كويس فيديك تاسك تعملها، او اختبار لغه يشوف ان انت مثلا بتعرف عربي كويس او بتعرف انجليزي كويس فبيديك اختبار هنا وبتخلص. الموقع بيوفر لك طريقتين للدفع يا جماعه، هي البي بال والبنك ترانسفير اللي هو التحويلات البنكيه، فيعتبر انت معاك الاوبشنات كلها اللي في ايدك. فزي ما قلت لك هي فكره الموقع عامله زي ابن بالظبط يا جماعه، فالموقع دوت حقيقي فرصه الناس تستغلها يا جماعه وتشتغل عليه. قدم وخد خطوه، لان انت لو ما خدتش خطوه دلوقتي عمرك ما تاخدها قدام. هي جات لك الفرصه، ولو انت مش عارف الموقع دوت اديني شرحته لك تفصيليا وتعمل ايه 1 2 3. انا واحد من الناس لو عندي المؤهلات اللازمه للوظائف ديت والله كنت اقدم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك المتين بتاعكم والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.